التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إسرائيل نافتالي بنت. اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 من إبريل 2022 وعيد الفطر المبارك الموافق 1 شهر شوال 1443 للهجرة. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود التحول الرقمي وطرق إدارة المدن الذكية. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف الطرح الجديد للوحدات السكنية والأراضي للمصريين بالخارج من خلال برنامج بيت الوطن. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي قدما نحو تنفيذ المشروعات السكنية التي تستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع. وأكد أن برنامج بيت الوطن يستهدف الاستفادة من مقومات المدن الأكثر جذبا للسكان والاستثمارات. أكد محافظ البنك المركزي المغربي أن بلاده قد تطلب سيولة جديدة من صندوق النقد الدولي. وأشار محافظ البنك المركزي المغربي أن بلاده تنتظر ظروفا أفضل لإصدار سندات دولية جديدة.